السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في عدد جديد من صالح جدة. مع دخول موسم الصيف تكثر فيه الأعراس، وبهذا نسألوا الجزائريين شحال راهو يستقام العرس الجزائري في وقتنا الحالي. ما نطولش عليكم، خلونا نروح نسألهم ونشوفوا آرائهم. تابعوا معنا. خونا شحال يكلف العرس الجزائري في وقتنا الحالي؟ دوكا لازم لك واحد 300 مليون 250 مليون باش دير عرس. من 100 حتى ل 200 ماكسيموم. سا ديبو تلقى حتى المليار. ماكسيموم 200 200 مليون 250. قول 200 وما تخافش. زوجو ب 500 مليون 600 مليون شهر ما يشدوش. صوالي واحد 100 مليون. العرس دوكا بروجي. كل عرس والسومة تاعو. العرس دوك ولا كي شغل قشح تشري. كاين البريمير كاين دوزيام كاين تروازيام بلي شوا بلي شوا بيان سور كاين صاله تاع 20 مليون كاين تاع 60 مليون كاين تاع 100 مليون صاله برك 100 مليون. الراجل كيجي للدار المراه واش يقول له؟ يقول له نطلبوا لهنا، ومن بعد يقول له زعما بي المراه واش يقول؟ يقول له اللي ثقيل عليك خفيف عليا. احنا ماذا بينا نطبقوه هذا في الميدان. من بعد يبداو يزيدوا التكاليف. ومن بعد يبداو يزيدوا التكاليف يعطيك الصحه، باسكو هي كاين واحد التكاليف راه تتمد كيما نقولوا سوطاب. وكاين الناس يحبوا يتفاخروا يحبوا يبينوا رواحهم يديروا تلحق حتى 120 مليون نورمال. كاين ولايه تاع فيها 10 ملايين عرس وكاين اللي زوج ملايين. هذه زعما لا ناس شويه بساطة. فهمتي؟ بالمساعدة 100 100 زعما دير عرس. وكان هادي ولو كان زيد هادي واحد 100 ابخي 100 200. لكل عرس لوكس وبيان. غير الكاطو صوالح هكذايا يستقام لك بزاف. واش الحاجة اللي يستقام بزاف في العرس باش هو يلحق العرس 200 و300 مليون؟ كانوا يجيبوا باغ اكزومبل يجيبوا شونتور يجيبوا ما على باليش يجيبوا عفايس هكذايا هذو اللي يستقاموا. خمم انا 35 مانيش عارف تكون تزوج ولا ما تزوجش 35 ما على باش تكون تصح لي ولا لا. تكاليف بزاف غالية بزاف. فواياج دونونس كاين اللي يكزيجيو. وما تكونش داير 100 دو كوتي ما تزوجش ولدك. سمحتني هاو تروح دير حاجه تاع التبهديل كاش منها تاع الضحك. لا تعرف شي يشرطوا لك الذهب يشرطوا لك تانيك تاع الجهاز هذوك والعشاء فيه بزاف صوالح بزاف. تحت ال 200 ما تهضرش. تحت ال 200 ما تقدرش تقول عرس قايتي. انا وحده من الناس عندي ولدي راه عنده 27 طون ما نهضرش درك على الزواج. نهار اللي نشوفه دار اوموا كاش 80 ولا 100 نروح نهضر ما نروحش نمسخر على الناس. صح ولا لا؟ تقدر تسمح انت كراجل ماذا بك تسمح؟ انت راجل ماذا بك تسمح؟ بصح المراه ما ترضاش. ما ترضاش والله ما ترضى المراه. المراه تحوس على غالي ودير لها كلش كيما تخزر الانسان الاخر تقول لك شوف الراجل الفلاني واش دار لمرته، شوف هذيك واش دار لها راجلها، جيب لي دار واحد يجيب لي مع طوموبيل جيب لي كذا عيشني بيا. تسمى شغل راحت الحاله ما بقاتش. كاين تقاليد شويه داخلين فيها التقاليد باسكو كاين نواحي وين بكري غالي بكري ودوكا دخل فيها السوق شويه صالة وسامع ودير لي هادي ودير لي هادي ودير لي هادي. دوك باش فواياج دونس كان يقول باك روحوا لتونس ولا روحوا لاخر. واش ندير في تونس ولا ندير في الاخر؟ روحوا ماليزيا. ما تقدرش تسمع دير عسى لا قاني ولا ريا عاقل. لازم باش دير مسؤوليات ونقدها. يعني شرطوا لك تانيك تاع الذهب شرطوا لك الذهب تانيك صالة العشاء تانيك امبوسيبل شغل دير عرس بلا ما دير عشاء. ما تقدر تسمع فيك شي حاجة. امبوسيبل. انا كي قال ما نديرش الحلوه ولا ما ندير الصاله ولا ما نديرش حاجه باش تقام لي شويه شويه امبوسيبل. هما لازم يعشيو 300 واحد ل 400 واحد والعشاء ينوعوا كلش والصاله يروحوا الصاله غاليه بزاف تاع 15 مليون ولا 10 ملايين ما على باليش. ليسونسيال هذه هي يعني 200 الف دينار يعني في حدود 20 مليون سنتيم 25 مليون 30 مليون هذا يعني اللي راه قادر كيما. واش دار هذا 30 مليون؟ 30 مليون احنا بالنسبه لنا راه فيها كلش، فيها امام جهاز تاع دار وفيها الشرط تاع المراه فيها تكاليف العرس دوك 30 40 ماكسيموم. صافي تقول للشباب الجزائري يطلعوا يتزوجوا في دكورت. يجول دكورت ورقله واد سوف يا خويا راها شو اللي يسقم لك الذهب يسقم لك بزاف صوالح بزاف. العرس دوكا بروجي. مزوج انت اخو؟ مانيش مزوج. علاش؟ لازم لك الدار لازم لك الخدمه لازم لك دوكا لازم بروجي باش تزوج راك تعرف راك في الجزائر. شحال هو يستقم هذا العرس الجزائري؟ قول 200 وما تخافش. 200 200 وما تخافش. المينيموم. مينيموم وصوالي واحد 100 مليون. هادي شغل عرس نورمال 100 مليون وباش دير 100 مليون في الجزائر حاجه ماشي حاجه سهله.
تخدم زعما شهر ولا جورني ولا ماشي حاجه سهله. وعلى عمك عرست عليلة وتدبيره عام دوكا 10 سنين ويا ربي. وإذا كان مد هو ال 120 مليون ال 200 مليون باش يديها ومن بعد في حياته كيما نقولوا احنا بالتعبير العامي تاعنا طاحت به. دوك رايحه كيما نقولوا تعود تشتاق مليون. كي لقى الشري ما تلبسوش كاع. تشري ما تلبسوش كاع، تشري اوروبا ب 5 ملايين، تشري ب 4 ملايين بصح ما تلبسهاش، المهم تشرات. اليوم كي دير الدور في الصاله دير التصديره تاعها يشوفوها باللي جرات ومن بعد صاي هذاك البليزير تاعها يشوفوها وبرك. سي نورمال باسكو علاه دوكا كلش راهو غالي ودوكا العرس ولاو يديروا صوالح زياده باش راهو يتكلف العرس هكذا يديروا صوالح زياده. العادات وزادوا على العادات شويه، كاين بزاف صوالح زادوهم دوكا ولاو شغل لازمين في العرس. شغل النساء ولاو يتشرطوا بزاف وتاعنا يحبوا يتفاخروا، ما تلقى زوار يحب يتفاخر. كما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اقلها مهرا اكثرها بركه، وعاونوا لي جن باش يتزوجوا الحلال، ما كاش كيما الحلال يلزم الحلال. وانا قالوا لي كي قلت لهم بلي انا حاب نتزوج قالوا لي بلي درك حتى الطفله تشرط لازمكم تعيشوا تسكنوا وحدها في دار وحدها منا ما تقدريش. ما انا قلت لهم واش خويا نحوس نسكنها مع العائله تاعي. كي قالوا لي في دار وحدها ما انا قلت لهم واش نقول لكم عاد ملي يضرب عندنا الطفله تشرط ومنا واش نقول ما نقدروش نتزوجوا نشوفوا نصبروا وخلاص.